لجولتنا الصحفية واللي هنبدأها مع صحيفة الأهرام من الصفحة الأولى في الأهرام. تكثيف الجهود الدولية لإنهاء الأزمة الليبية، السيسي وميركل يبحثان هاتفين الأوضاع في المنطقة والتطورات كمان في السودان. طيب، من الأهرام لجريدة المصري اليوم. نتابع الأول. طب خلينا نشوف الأول. نتابع تفاصيل أكثر حول هذا الخبر مع أستاذ صبري الجندي الكاتب الصحفي بالأهرام. صباح الخير أستاذ صبري. يا صباح الخير، يا أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك أستاذ صبري. يعني شايف اللي زي تكثيف الجهود الدولية لإنهاء الأزمة الليبية، وخاصة في ضوء الاتصال الهاتفي اللي بين السيد الرئيس ورئيسة الوزراء الألمانية، الرئيسة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. أنت عارف حضرتك أنه الأمن القومي المصري يمتد غربا إلى ما بعد ليبيا، وبالتالي حل الأزمة الليبية من دواعي الأمن القومي المصري، وبالتالي كل التحركات التي يتحرك فيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي ليبيا، وأن تكون هناك حكومة واحدة تعمل لصالح ليبيا وتعيد إعمار ليبيا بعد هذا الدمار الذي تم لسنوات طويلة. مغزى استقباله أول أمس للمشير حفتر والتباحث حول مجريات الأمور في الحملة العسكرية التي يقودها المشير حفتر في الغرب في اتجاه طرابلس، ده يؤدي إلى أنه التقدم على الأرض لصالح الجيش الوطني الليبي الذي يقوده حفتر واضح وملموس، وتراجع الميليشيات التي يقودها السراج أيضا واضح وملموس، وبالتالي العالم كله مهتم بهذه الدولة التي تعد إحدى الدول العربية الكبيرة المنتجة للبترول. وهي أيضا يعني اهتمام برضو أنظار العالم أيضا بتتجه للسودان، وده أيضا اللي بحثه السيد الرئيس التطورات السودانية مع المستشارة الألمانية خلال هذا الاتصال الهاتفي. وصصار شوف حضرتك، احنا في هذا العالم لدينا مجموعة من النقاط الملتهبة خرجت مرة واحدة كما خرجت في يناير وفبراير 2011. عندك الجزائر وعندك السودان وعندك ليبيا، وللأسف كلهم في دائرة الأمن القومي المصري، وكلهم خطوط حمراء تمس السيادة المصرية وتمس الاستقرار في مصر. ثم أن السودان الجار التاريخي الجنوبي الذي لا ينفصل عن مصر إلى أبد الأبدين، فاستقراره وضمان حرية المواطنين في التعبير عن آرائهم سلميا مهم جدا لمصر. طيب أستاذ صبري، خلينا نروح لخبر تاني من المصري اليوم. وزراء الخارجية العرب يجتمعون الأحد لبحث القضية الفلسطينية. يعني طبعا التطورات الحادثة مؤخرا بشأن القضية الفلسطينية وتتابع أو تداعيات الموقف، خاصة وبعد الموقف الأخير الخاص بالقمة العربية ومناقشتهم للقضية الفلسطينية، أهمية انعقاد هذا الاجتماع الطارئ في هذا التوقيت. طبعا هيشارك فيه الرئيس محمود عباس. واضح ان الرئيس محمود عباس هيعرض وجهة نظر والتصور الفلسطيني تجاه الأحداث الأخيرة، خصوصا فيما يقال عن قرب الكشف عن خطة صفقة القرن اللي بتتبناها الولايات المتحدة الأمريكية. كمان هذا الاجتماع يأتي بعد أيام قليلة جدا من تشكيل حكومة فلسطينية جديدة تعمل على إحداث نقلة نوعية في التعاطي مع القضية الفلسطينية مع العالم. علينا أن نعترف أن العالم فقد اهتمامه بهذه القضية نتيجة أحداث كثيرة جدا مرت تراجعت الأولويات، يعني تراجع خلال الأولويات السنوات الأخيرة دي. تراجع الأولويات، كانت القضية الفلسطينية على قمة أولويات العالم، الآن أصبحت بعيدة تماما عن اهتماماته. إذن التحرك الجديد في عقد لقاء أو اجتماع بين وزراء الخارجية بحضور الرئيس الفلسطيني أبو مازن
يؤدي إلى إعادة القضية الفلسطينية إلى الواجهة مرة أخرى. نمرة واحد. نمرة اثنين، أن ما يطلق عليه صفقة القرن، واللي أنا أكدت مرارا وتكرارا أن مصر ليست معنية بهذه الصفقة وليست طرفا فيها، وأن كل ما يقال عن هذا الهراء أن مصر طرف في هذه الصفقة غير صحيح وغير حقيقي. وبالتالي صفقة القرن هو توجه أمريكي إسرائيلي يحاول فرضه على المنطقة العربية، لكن مصر بعيدة عن هذا الفرض إن شاء الله، ولمصر إرادتها ولمصر سياستها الخارجية التي لا تنصاع إلى الضغوط. صحيح. الواجهة الجديدة للقضية الفلسطينية أيضا إن لم تكن هناك نوع من التكاتف العربي والتماسك العربي في ظل الظروف والأجواء اللي احنا بنعاني منها دي، يبقى القضية هترجع تاني إلى الخلف مرة. وده اللي بيتم التأكيد عليه سواء من خلال القمم أو من خلال اجتماعات وزراء الخارجية بشكل كبير، وإحنا دورنا كمان كإعلام إن إحنا نركز ونؤكد على أهمية هذه القضية بشكل متواصل. طيب. قضية مصرية للوطن العربي. أكيد. نروح للأخبار. الصفحة الخامسة وعنوان آخر: الرئيس يبحث تطوير مصانع الغزل والنسيج بخبرات من الشركات العالمية، ويشدد على حسن إدارة أصول الدولة وصون المال العام. ممكن ده خبر، اسمح لي استاذ صبري، يعني ده خبر بياتي في وقت مهم جدا، خاصه الناس كثيره جدا كانت بتقول مصر كانت ليها الرياده قطاع الغزل والنسيج، ويعني صناعات كبيره جدا كانت بتقوم، صناعات مغذيه كانت بتقوم على هذا الامر، وكان لينا فرص تصديريه واعده وكبيره جدا في هذا القطاع. على فكره احنا ما زلنا حتى الآن نتمتع بميزة نسبية في إنتاج القطن المصري. ليس في العالم كله قطن بجودة ولا بطول التيلة اللي ينتجه القطن المصري. ومع ذلك صناعة الغزل والنسيج، احنا عندنا 29 شركة قائمة بتضمها شركة قبضة واحدة في تجارة الأقطان والغزل والنسيج والملابس. كل دي شركات للأسف الشديد بعضها ماكيناته يعود إلى 100 عام، وبعضها دمر بالإهمال ودمر بالعمالة الكثيفة التي كانت تعين فيه بدون أي دراسات اقتصادية حقيقية وعليه. فهناك خطة تم وضعها لتطوير هذه الشركات، وانت عارفين الرئيس يا جماعة لا ياخذ الامور كده، كل اموره جديه. ولما يقول هنطور على الدراسه بشكل كبير يعني، لا، ولما بيقول هنطور ولما بيقول هننتهي يوم كذا الساعه كذا بننتهي يوم كذا الساعه كذا. فكون انه يعمل اجتماع يحضره وزير قطاع الاعمال ويحضره عدد من خبراء الشركات، او في شركه امريكيه تتولى اعاده هيكله هذا القطاع وتقديم دراسات لاحيائه، كل ده معناه أن مصر تتجه اتجاها صحيحا في إعادة بشكل علمي الصناعات. وده المهم بشكل علمي وبشكل مدروس. الأستاذ صبري الجندي الكاتب الصحفي بالأهرام، أشكرك جزيل الشكر أستاذ. وأنا اللي بشكركم، صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدين. صباح الكل يا فندم. صباح يا أهلا. نروح للأهرام. الأهرام: الوزير جدول زمني للانتهاء من المرحلة الثالثة المترو الأنفاق بطول 17.7 كيلومتر، 15 محطة هتخدم مناطق وسط العاصمة ومبابة والكتكات وبولاق. الجمهورية الصفحة الخامسة، ما تديني الجمهورية بس. طيب ماشي. الواشنطن بوست الأمريكية: الاقتصاد المصري انتعش وينطلق لمستويات أعلى من النمو. إصلاحات السيسي أدت لتحسين مستويات المعيشة لكل المصريين. مدبولي المشروعات العملاقة وفرت 4 ملايين وظيفة وحسنت البنية التحتية. مهم إن احنا نقف عند الأرقام دي وكمان قراءة الصحافة الغربية. أنا أحب عن الاقتصاد المصري، أحب أسمع من الصحافة أما يكون في إشادة من الصحافة الخارجية، ده بيبقى ده حقيقي، لأنه بيكون دي ثقة دي ثقة الأكبر. طيب نروح للأخبار. وانطلاق التدريب البحري الجوي بين مصر واليونان وقبرص، تبادل الخبرات القتالية وحماية الأهداف الحيوية بالمتوسط. خلينا نفهم أهمية هذه التدريبات مع سيادة اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. صباح الخير، أهلا بيك.
فهمنا بقى الموضوع يا فندم. تدريب بحري جوي مصر اليونان قبرص. هذا التدريب البحري الكبير الحجم بيشترك فيه ثلاث دول بقواتها البحريه بقواتها الجويه لهدفين اثنين، هدف تدريبي وهدف عملياتي، او بمعنى اصح هدف امني قومي لكل هذه الدول. الهدف التدريبي ان القوات دي بتتدرب معا على كل ما هو جديد، بتطلع كل طرف بيطلع على احدث ما لدى الطرف الاخر من اسلحه من معدات من تكتيكات من افكار جديده من اساليب قتال جديده، ثم التدريب مع بعضهم البعض لتبادل الخبرات ايضا لتنسيق التعاون فيما بينهم هما الاثنين. ده كل دي اهداف تدريبيه، ازاي يحققوا اي مهمه تدريبيه مع بعضهم البعض. الاهم بقى ان احنا واليونان وقبرص بنشترك معا في مجال حيوي واحد في البحر المتوسط، ولنا اهداف حيويه موجوده في مياهنا الاقتصاديه. صحيح. وقد نضطر الى التعاون معا في مواجهه تهديد او عدوان ضد اي هدف من اهدافنا البحريه اللي موجوده. ده بيحمل رساله واضحه ست اللواء على الصعيد الدولي طبعا للتماسك والترابط بين هذه الدول ومصالحها المشتركه. اذا في مصلحه مشتركه، في هدف مشترك احنا الثلاثه بندافع عنه، فيلزم ان يكون هناك تدريب وتنسيق وتعاون على كيفيه تحقيق مهمه مشتركه في مواجهه تهديد او اعتداء مشترك لحمايه اهدافنا ولحمايه مجالنا الحيوي في البحر المتوسط. هو الاهدافنا حضرتك بتتكلم عن الهدف المشترك يبرز بالتاكيد موضوع الغاز. صحيح. طبعا حقول الغاز اللي موجوده بتاعتنا، احنا عارفين ان في حدود مائيه بيننا وبينهم في المياه الاقتصاديه، وده طبقا للقانون الدولي، وتم تحديد المياه الاقتصاديه لكل دوله من الدول، ومعلوم مين فين حدود مصر، فين حدود اليونان، فين حدود قبرص، والعالم كله معترف بيها والقانون الدولي، وبناء عليه الشركات العالميه بتمارس مهامها في هذه المناطق، واحنا الحمد لله عندنا حق زور وعندنا العديد من الحقول اللي موجوده اللي جاري الاكتشاف فيها وجاري التجهيز ليها، وبالتالي هذا المجال الحيوي المليء باهداف اقتصاديه كبيره ان لم يكن ليه حق او ليه قوه تحميه فالطامعين اكثر. صحيح. ومعروفين من غير ما نقول مين هم. انما ده بيبعث برساله ردع واضحه ان اهدافنا الحيويه يعني من نقول ان من يفكر في تهديدها يبقى لازم يفكر ألف مره، لانه لن يستطيع ان يقترب منها ولن يهددها طالما لدينا مثل هذه القوات وهذا التعاون وهذا الاتفاق بين دول المنطقه. صحيح. وهذه الرؤيه حتى في التعامل مصالح مشتركه. اذا يعني هي رساله سياسيه واستراتيجيه واقتصاديه ايضا هذه المناورات. جزيل الشكر لساده اللواء ناصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الاسبق على متابعتك معنا، ومره ثانيه صباح الخير يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. هناخد اخر عنوان معانا من جريده الجمهوريه الصفحه الثالثه. الامم المتحده تشيد باليات الرقابه الاداريه لمكافحه الفساد. سيف الدين: البرنامج الانمائي يدعم القدرات المحليه بالتدريب والخبرات. السبلاني: الاستراتيجيه الوطنيه جاده في منع الانحراف وتعزيز النزاهه. زي ما محمد مكان بيقول، ما بنجيب الاخبار او بنعرف تفاصيل الاخبار الاقتصاديه من الصحافه الغربيه، كمان التقارير الدوليه بالذات طبعا التقارير اللي بتنتمي لمؤسسات معروفه، يعني مش مؤسسات غريبه كده بيكون ليها اغراض، دي بتكون مؤشر على او بتبين لنا برضو الدنيا ماشيه ازاي والناس او الغرب او الاخر كيف يراك الاخرون. صحيح، ده مهم جدا، ودوت بيدي اول حاجه ثقه في الاقتصاد المصري للمستثمرين. الحمد لله اللي احنا شايفينه في عجله من المستثمرين الاجانب واستثمارات الحمد لله بتبتدي في مصر هي وشغاله، واعتقد اللي جاي هيبقى ان شاء الله اكتر كمان باذن الله. كمان في مجال مكافحه الفساد، وخاصه ان مصر حققت يعني باع كبير جدا في هذا الامر وشراكات مع اكتر من حكومه في هذا الامر، منها مثلا شراكات مع الامارات في هذا القطاع. احنا دلوقتي خلصنا الجزء الاهم في هذا الصباح، عندنا جزء تاني ان شاء الله بعد موجز لا يقل اهميه طبعا بعد الحوارات. لا يقل اهميه مجموعه مختلفه ان شاء الله ومتنوعه من الحوارات، خليكم معانا تابعوها. لكن الاول نروح لموجز لاهم الانباء مع زميلنا ايمن السيد.